يلعب المعالجون التقليديون دوراً كبيراً بجانب الأطباء في علاج العديد من الأمراض، ولأهمية الطب التقليدي في المجتمع، أحيت وزارة الصحة العامة والوقاية اليوم الأفريقي 21 للطب التقليدي الذي يحتفل به في 31 من أغسطس في كل عام تحت شعار مساهمة الطب التقليدي في الصحة الشاملة والرفاهية للمجتمع. وتخللت المناسبة عدة مداخلات تؤكد أهمية الطب التقليدي ودور المعالجين التقليديين في تقديم الخدمات العلاجية، وأن شعار هذا العام يترجم الجهود المبذولة في هذا المجال. وشهد الحفل تكريم البروفيسور إبراهيم بوي الذي كرس جل حياته في مجال الطب التقليدي بالبلاد تقديرا وعرفانا له الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد ممثل للوزير، أثنى على الأطباء التقليديين في الجهود التي يقدمونها للمرضى والتعامل مع مختلف الحالات المرضية. وزارة الصحة شالت أهمية للطب التقليدي في تقدمه في الخطة الوطنية للصحة. عندنا إدارة خاصة بهذا الطب التقليدي، وده يوصف أن الدولة قدمت أهمية للعلاج بالأعشاب. هذا وفي نهاية المناسبة عرض الأطباء التقليديون للحضور علاجاتهم التقليدية المتمثلة في الأعشاب وبعض الزيوت النباتية والمواد الطبيعية.